للمزيد ينضم إلينا عبر الهاتف سعادة السيد أحمد السلوم، عضو مجلس النواب، عضو لجنة الشؤون المالية والاقتصادية في المجلس. أهلا بك في نشرة الثالثة. إلى أي مستوى وصل التعاون الاقتصادي بين مملكة البحرين والمملكة العربية السعودية؟ يا هلا ومرحبا. في البداية طبعا أشكركم على إتاحة هذه الفرصة والمشاركة في هذه الفرحة البحرينية الكبيرة باليوم الوطني السعودي، وكذلك أنتهز هذه الفرصة أن أبارك لأشقائنا في المملكة العربية السعودية قادة وشعبا لهذا اليوم الذي يعتبر يوما هاما ومفصلي في تاريخ المنطقة. نعم. حيث شهدت قيام المملكة العربية السعودية بدور يعني محوري مهم وسياسيا واقتصاديا على مستوى العالم العربي والعالم الإسلامي. بالنسبة حق البحرين، يعني علاقات البحرينية السعودية يعني لله الحمد مثل ما يعلم الجميع أنها هي علاقة مميزة جدا، وخاصة أيضا جدا واستثنائية بالنسبة لمملكة البحرين في جميع يعني المجالات، وبلا شك يعني المجال الاقتصادي. يعني ممكن نقول أن العلاقة الاقتصادية بين البحرين والمملكة العربية السعودية تسير في مجال تطوري وتقدمي ونحو المزيد من التكامل والشراكات الاستراتيجية. يعني ممكن نقول أن القيادة ما بين الدولتين المملكتين يعني كان لها خطوات غير مسبوقة في السنوات الأخيرة، وراح يعني أسرد يعني عدد منها. نعم. لتأكيد هذا الاهتمام في مملكة البحرين والسعودية، يعني نقدر نقول أن في تبني من مبادرات من برامج كان آخرها نتكلم فيه اللي هو برنامج تكامل، وهو يعني تم تدشينه في الشهر الماضي، وبموجبه يتم معاملة المنتجات المصنعة في مملكة البحرين أو مملكة العربية السعودية بالمثل. وهذا البرنامج طبعا غير مسبوق في المنطقة بين أي بلدين، وهذا يعكس الانسجام والمستوى العالي بالتنسيق بين البلدين، وهذا أيضا يعزز ما بين المنتجات المحلية الصناعية ما بين مملكة البحرين. نعم. والمملكة العربية السعودية أيضا يعني شهدنا توقيع الكثير من الاتفاقيات والتي يعني تنص على أن البحرين والسعودية تكون وجهة واحدة، وهذا كان في مبادرات من نحو السياحة وهذا تم توقيعها مؤخرا، وهذا الشيء خلى أن البحرين تحافظ وتحتل المرتبة الأولى خليجيا على عدد الزوار اللي زاروا مملكة البحرين، واللي بلغ عددهم تقريبا 3.4 مليون شخص، ويمثلون 38% من السياح الخليجيين في 2023. أيضا احتلت المرتبة الأولى في عدد السياح اللي زاروا البحرين في العام الماضي، واللي بلغ عدد 9 مليون سائح، وهذا على مستوى الخليج وعلى مستوى السياحة الخليجية يعني له الكثير من المؤشرات الواضحة التي تشير إلى التعاون والتنسيق المشترك ما بين البلدين. أيضا هناك يعني اتفاقيات تم توقيعها في شهر مايو بين شركة ممتلكات القابضة وبين صندوق الاستثمار السعودي، والذي يقوم فيه صندوق الاستثمار السعودي بموجب هذه الاتفاقية باستثمار 5 مليار دولار في الأسواق البحرينية وفي القطاعات الاستراتيجية هامة. كل هذه الأمور تعكس بالإيجاب على الاقتصاد البحريني والسعودي، وأعتقد أن آخر ما سمعنا عنه أيضا يعني اللي هو شراء شركة معادن السعودية لأسهم جديدة في شركة ألمنيوم البحرين أيضا يصب في هذا الهدف، ويصب في الأهداف الاقتصادية والمالية التي تجمع البلدين، ويخلي المصنعين يكونوا على قدرة تنافسية أكبر على مستوى عالمي، ويحقق وظائف للمملكتين ومزيد أيضا من الأرباح. نعم. فأنا يعني أشوف الحمد لله في تفاؤل كبير، وأن أي شخص يراقب هذه العلاقات يعني يصل إلى نتيجة حتمية أن هي علاقة راسخة متجدرة وتسير نحو آفاق جديدة من التعاون والتكامل إن شاء الله. نعم. سعادة السيد أحمد السلم، عضو مجلس النواب، عضو لجنة الشؤون المالية والاقتصادية في المجلس، شكرا جزيلا لك.